تم اليوم تدشين موقعين إضافيين ضمن الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء بمرحلتها الأولى التي نفذت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المفدى والرعاية الكريمة من قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حيث تعكس هذه الحملة اهتمام قرينة عاهل البلاد المفدى بالمشاريع التنموية الزراعية والبيئة التي تساهم في تطور القطاع الزراعي بمملكه البحرين وكانت المبادره الوطنيه لتنميه القطاع الزراعي قد اعلنت بالتعاون مع كل من وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الاعلى للبيئه عن تلقي دعم كريم من كل من شركه زين البحرين لتشجير ممشى الاستقلال في المحافظه الجنوبيه وشركه البحرين للاتصالات السلكيه واللاسلكيه بتلكو لتشجير ممشى عراد في محافظه المحرق الامر الذي يعكس الدور المجتمعي الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الحملة الوطنية للتشجير استجابة لتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي اثمرت نتائجها اليوم بتبني تشجير ستة مواقع في مختلف محافظات المملكة من اصل 27 موقعا سيتم الانتهاء من تنفيذها في شهر مارس من العام المقبل. ضمن المرحله الاولى من الحمله منذ اطلاق حملة دمتي خضراء برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيشة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين لقينا تفاعل جميل جدا من الفع من المؤسسات الرسمية والخاصة حتى من الأفراد والمدارس فأ الحمد لله رب العالمين كلها أسبوع لكن أسبوع كان حافل من آخر مرة كنا واقفين هني مع بعض ونتكلم عن اطلاق الحملة في أول أول أربع مواقع في مملكة البحرين اليوم احنا في الموقع الخامس هالممشى ممشى الاستقلال ممشى جميل ناس تحب ان هي تتيه وترتاده بصوره كبيره فان ربي يطرح البركه في الغرس اللي حطيناه اليوم وان شاء الله يظل لسنوات كثيره في المستقبل باذن الله فشاكره جدا للبلديه المنطقه الجنوبيه ولشركه زين البحرين لكفالتهم هذا الموقع وندعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهود الجميع وتضرب الأشجار بخير وبركه باذن الله